ولكن ما قدرتش، لان شفت الناس كيستهتروا بالحياه ديالهم. راه ماشي في المغرب، ماشي غير هنا، ماشي في اسبانيا، ماشي في طاليان، راه في كل شيء. راه هكا كانوا في طاليان النهار الاول، كانوا تيقولوا لهم باللي انهم ما تخرجوش ما تخرجوش، ولكن الناس ما داوهاش في الهضره ديالهم، ومن بعد يعني كثروا الحالات عندهم. يعني حاولوا حاولوا تحميوا راسكم وتحميوا الناس اللي عزازين عليكم، حميوا. يعني ما فيها باس الانسان يصبر واحد سيمانه، واحد جوج سيمانات، ولا حتى شهر، ولكن من بعد غنلقاو الناس اللي عزازين علينا من بعد حدانا. داكشي باش من احسن من الاحسن الناس يديروا التعليمات. يعني راه مادام الحكومه يعني عطات التعليمات باللي ان كل واحد يجلس في داره، كل يعني كلشي يتسد، الحمام، الجامع، ليكول، يعني اي بلاصه اي بلاصه تسدات، والا راه ما عندهاش. راه خصكم تسمعوا، خصكم تسمعوا، لان كاين 600 سرير. يعني هذيك الا وقعت هذيك 1000 ولا ديك 1000 حاله، راه ما عندهمش، راه ما عندهمش. راه هذيك 400 راه ما عندهمش فين غادي يديروا لهم الامكانيات. راه اسبانيا راه دايرين دوك الخيام اللي كيكونوا على برا، دايرين فيهم يعني تيجهزوهم الا كانوا الحالات كثر، لان راه ما كاينينش. هكاك حتى فرنسا، يعني الطاليان راه دابا راه تيقول لهم اللي خرج، قالوا اليوم غادي يقولوها في هنايا فرنسا، اللي خرج اللي ما احترمش، اللي من غير الناس اللي خدامين، الا لقاو شي واحد هكا تيدور ولا لقاو شي واحد في الزنقه، تيعطيوه خطيه ديال 250 اورو. يعني خصكم تردوا البال، خصكم تردوا بزاف البال لريوسكم، تردوا بزاف البال للصحه ديالكم. يعني هادشي راه هادشي ما نكذبش عليكم، هادشي راه تيخلع، راه هادشي راه ولا تيخلع. ولكن كنتمنى تكون واحد التوعيه، تكون واحد التوعيه بين الناس، بين الجيران. ما تسلموش، ما تبوسوش، ما تعنقوش، صافي نساو عليكم. اللي بغى يتقلق يتقلق، اللي بغى اللي عنده شي دار يجلس فيها، اللي عنده شي بلاصه يجلس فيها. لا الناس اللي هنايا على برا وباغيين يمشيو للمغرب، تنقول لكم فكروا في الناس اللي في المغرب، فكروا في الناس اللي فكروا في والدينا، فكروا في خوتنا، فكروا في الناس اللي عزازين علينا، لان راه ما عندهمش الامكانيات باش يتداووا، ما عندهمش الامكانيات تما، لان راه قال لهم رئيس الحكومه عندنا 600 سرير. دونك الا جات اكثر من ديك 600، الا جات ديك 1000، راه ما عندهمش فين يديروا ديك 400. يعني راه هادشي خصكم نتوما تفهموا، خصكم توعيوا، خصكم وبركه من داك الهامج، بركه من داك الشراء اللي شاريه معات 20 بيدو ديال الزيت، وشاريه معات شحال من خنشه ديال الطحين، وشارين. راه حنا عندنا المرض، ما عندناش، عندنا كورونا عباد الله، راه ما عندناش المجاعه، راه كلشي كاين، راه في لو سوبر مارشي. فكاين واش الناس اللي كيمشيو كتقضى مليون ولا معات شحال ديال السلعه، واش ما كتفكروش في هذاك الانسان مسكين اللي ما عندوش باش يجيب لوليداته؟ يعني راه هذاك تيعيش على ان نهار بنهارو، ما عندوش. يعني خصكم تفكروا واش اللي دايا صابون ما نعرفش شحال من عره ديال الصابون، وباش غادي 80 ولا ما عرفتش شحال، باش غيديروا دوك الناس الوقايه؟ باش غادي يديروا الناس الوقايه؟ باش غادي يخصو يديهم؟ باش انتيا الا جيتي وديتي المعقم كاع اللي في لافارماسي، باش غادي يديروا دوك الناس؟ باش غادي يعقموا دوك الناس؟ خاصكم تفكروا، فكروا شويه، فكروا في الناس، فكروا في خوتكم، فكروا حاولوا تكون واحد الاخوه، الاسلام. حاولوا الواحد تفكروا في خوتكم المسلمين. يعني راه ماشي انك انت غتطحين وتدي الزيت وتحطي عباد الله دايرين الشوه دايرين على بابي تواليت، راه فضيحه فضيحه فضيحه. يعني الا جيتوا تشوفوا راه فضيحه. يعني راه كيقولوا لكم راه كاين المرض، راه ما كايناش المجاعه، راه كاين الفرق ما بين، راه ما كايناش المجاعه عباد الله، راه كلشي موجود، كلشي موجود. هما حاجه وحده انهم حابسين اللي كيدخلوا واللي كيخرجوا. هادشي راه كلشي كيعقموا في المقازات، كيعقموا في اللي كيدي في لي بانيير اللي كتهزوا، كيعقموا اي حاجه. انا راه مشيت قبيله نتقضى، راه فرونشمون ما لقيت حتى حاجه، ولكن ما كانش عندي المشكل بمره. راه ماشي كانت انني غادي نتقضى 20 لتر الزيت ولا ما عرفتش شحال من خنشه ديال الطحين والروز والطوماط. ما فهمتش انايا، ما فهمتش انا هاد الناس اللي كيفاش كيفكروا. فكروا في خوتكم، فكروا في داك المسكين اللي غادي يمشي يتسلف باش يجيب لوليداتو، ويقول حتى انا خصني نشري لهم وندير ستوك عندي. راه ما كايناش هادشي، راه حشومه وعيب وعار. راه خصكم توعوا، خصكم تفكروا في خوتكم، خصكم تفكروا
باللي انا الا قالوا لكم ما تخرجوش راه ما تخرجوش، راه عارفوا الاسباب علاش قال لكم ما تخرجوش، راه ما تخرجوش واحد سيمانه واحد جوج سيمانات كاع 19 شهر، ولكن من بعد منين غادي ان شاء الله كل شيء غادي يدوز بخير وعلى خير، غتلقى خوتك حداك، غتلقى عائلتك، غتلقى والديك. خصكم تفكروا في الوالدين ديالنا، خصكم تفكروا في الوالدين لان ما عندهمش المناعه، لان راه ماشي غير المغرب اللي مستهترين بهذا الشيء اللي كيضحكوا ما مسوقينش، راه ماشي حيت مسوقينش راه ما عندكمش عباد الله، راه ما كاينينش الامكانيات باش يداوو. تما راه انا تنفكر في الناس اللي ما عندهمش، اللي ما كاينينش الامكانيات باش يداوو، راه الناس الكبار ما عندهمش المناعه، يعني خصكم تفكروا في هذا الشيء. وماشي غير نتوما، ماشي غير هنايا، حتى هنا الناس كيخرجوا، الناس ما كيديروش، ما تيعقموش، الناس ما كيديروش دوك الكمامات. بصراحه مستهترين بزاف 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 هذا الوضع. راه الشينوا نهار وقع عندها المرض راه ما مشاوش لي سوبر مارشي كيهيفوا على الماكله وعلى الرز وعلى الزيت وعلى الطحين، لا راه كانوا تيفكروا تيخدموا الدماغ ديالهم باللي انهم خاصهم يلقاو الدواء. هادشي اللي كانوا تيديروا، راه كانوا خرجوا وكانوا نهار قالوا لهم غديروا الحجر الصحي في البيوت ديالكم، راه جلسوا في ديورهم وجلسوا، والناس اذا شفتوا لي فيديو راه الناس بقاو تيضحكوا، بقاو تيشجعوا بعضياتهم، بقاو تيعطيو الكوراج لبعضياتهم باللي انهم راه ما مشاوش تهيفوا على المجازات وهزوا الطحين وهزوا الزيت وهزوا الصابون وهزوا المعقم وهزوا منين تاخويا شاري ديك 80 ولا اختي انت اللي شاري ديك 80 معقم، وهذوك الاخرين مساكن شنو غادي يشريو، شنو غادي يبقاو لهم؟ غير تبقى لهم شي حاجه، ما تبقى لهم والو. ولكن راه كلشي موجود، راه هضروا اليوم ان شاء الله غادي يهضر ماكرو، وما عرفت شنو غادي يديروا، حيت غادي يعطيو واحد التعليمات جداد، لان باش يقول للناس اللي ما كيلتزموش وتيخرجوا وتيستهتروا بوليداتهم، لان وليداتنا راه شي حاجه، ووالدينا حتى هما يعني حاولوا 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 تفكروا، وتفكروا في والديكم، وتفكروا في الناس اللي عزيزين عليكم، لان هذا الشيء من غادي يفوت من بعد غادي تلقاوهم حداكم. وبركه بركه بركه من داك الهيف على الماء اللي كتهزوا الزيت والطحين وهذه، لان راه ما عندناش المجاعه، يعني مادام عطاو هاد التعليمات هذا راه ولا واجب وطني. هادشي اللي كيديروه راه واجب وطني، راه خص اي واحد يلتزم به، يعني على وليداتنا وعلى والدينا، يعني لان ما عندهمش، لان تيحاولوا باش انهم ما يكثروش عندهم الحالات، لان الا مشاو تكثروا الحالات راه مشكله، راه مشكله 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 بزاف. راه يقدر حنا هنايا يقدر تنقولوا حنا عندنا الامكانيات وكاين السبيطارات وكاين بزاف الحوايج، ولكن في المغرب راه ما عندهمش وما عندكمش الامكانيات، لان واحد يقول لك عندكم 600 سرير عباد الله، دونك الا جات اكثر من ديك 600 راه ما عندهمش فين يديروهم. داكشي باش انهم يعني مادام الحكومه اتخذت هذا القرار، ولا انها راه عارفه علاش اتخذته، داكشي باش الناس ما خصهمش يستهتروا من هذا القرار هذا ويجلسوا في ديورهم. والواحد واللي مكتبها الله راه غادي تكون، والله سبحانه وتعالى مادام عطاه هذا الوباء والا راه اكيد غادي يعطي الدواء ديالو، يعني راه اكيد هذا الشيء غادي يكون. الواحد خصو يصبر واستغفر الله ويجلس في دارو واستغفر، يعني اللي ما عنده شي حاجه ديال الضروره ما يخرج، اللي ما عنده شي حاجه ديال الضروره راه ما غاديش يخرج. راه دابا ولاو كلشي الناس اللي ما عندهم اللي هنايا راه دايرين داكشي في سوغ انترنيت كيشوفوا لي بروف تيصيفطوهم الدروس ديالهم، وفي المغرب تنظن حتى هما راه دايرين داكشي، يعني ما كاينش، يعني ما تقولش راه عطله وتسافر وتقول انني غادي نخرج ولا غادي ندور، الا استغل ديك الفرصه وقرا وقرا في دار وقراو في ديوركم وجدوا الامتحانات ديالكم، حاولوا تعيشوا الحياه ديالكم طبيعيه، ولكن ما تخرجوش في ديوركم، يعني قراو ما تضيعوش هذه الفرصه، لان الامتحانات راه قرابين. في صراحه هادشي اللي غادي نقول لكم، والله يلطف بينا والله يلطف بجميع المسلمين، وتنتمنى هذا الميساج اللي يوصل لكل شيء. عافاكم عافاكم عافاكم، حضيو راسكم وحضيو العائله ديالكم وحضيو والديكم، لان وبالنسبه لواحد الميساج الناس اللي هنايا، لان شفت واحد لي فيديو كانوا تيقولهم بلا بغاو يدخلوا لبلادهم، ولكن سمعوا لي، اللي عنده شي بلاصه يجلس فيها، اللي عنده شي بلاصه يجلس فيها، حاولوا 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 ما امكن، يعني حتى نشوفوا شنو غادي يوقع من بعد، من هنا لهاد جوج سيمانات ولا ثلاثه سيمانات، دونك حنا غادي نزينوا حتى نشوفوا شنو كاين. والله يلطف بينا والله يلطف بجميع المسلمين، هادشي اللي غادي نقولوا، والله يسرنا ويسر وليداتنا، ونتمنى نتمنى نتمنى هاد الميساج يوصل لكل شيء.
يعني تحاولوا انكم توصلوا الميساج للناس اللي عزيزين عليكم، وحضيو راسكم يعني الواحد خاص يديه، ما تسلموش ما تبوسوش ما تعانقوش حتى واحد. هادشي خاصكم ديروا، هادشي يعني خاصكم توعاو بهادشي عباد الله اللي واقع، يعني راه